السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين وعلى سيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليهم أجمعين. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، نطل اليوم عليكم بحلقة يقودونها قبطانيا لهذه السفينة الإبداع، الحبيب والغالي والرائع مهند العقيلي. الله يحفظك ابو حسين، حللت اهلا ونزلت سهلا وشرفت. شكرا، انت الشرف، وشكرا لكرم الضيافه، لاستقبالك الحار، لمشاعرك الحاره ايضا، وعظم الله اجورنا واجوركم بمصاب مولاي ابا عبد الله الامام الحسين سلام الله عليه. شكرا لهذه الدعوه ابو حسين، وان شاء الله نكون على قدر المسؤوليه. والنعم منك. والرائع والغالي والجميل حسين التوبي، أنعم وأكرم منك ومن آل توبه ومن بني حشيم كلهم، رحم الله والديك. تسلم. بالبداية عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة الأليمة، مصيبة أبي الأحرار الحسين. اللهم اجعلنا من السائرين على نهجه والمساهمين في تحقيق أهدافه. أمين يا رب العالمين. شكراً لك. الشكر الجزيل والشرف الكبير بهذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله نكون خفيفي الظل عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى كادر البرنامج. يا حياك الله أبو الأكبر. الله يعزك. الله يخليك. يعني هو بصراحة أنا سؤال سألتك إياه. نعم. للأمانة. أي. يعني قبل لا نبدأ بالتصوير. نعم. مهند العقيلي من فترة ماكو. أي نعم. حقيقة. وظهر للناس هاي السنتين الثلاثة؟ لو سنتين. نعم. سنتين ثلاثة تقريباً. سولف إنه وين هذا الموضوع، ليش، شلون؟ والله هو كتواجد فعلي يعني بالكتابة موجود، مستمر بالكتابة. نعم. ما فارقت القلم والورقة. أبد أبد أبد. إلا يجوز يعني حتى سنة ما بيها يعني. جيد. يعني ما هذا برود يعني، كان مو من باب فارقت. كانت مو إحنا ما نقول بالمحافظة اللي هي بواسط. بواسط. نعم. لا يهونون أخوتي إذا الشاعر حسين البهادلي وإذا أخوي أيمن الزرقاني. ما شاء الله يعني كان نشاطاتنا جدا قوية بواسط وأماسي ومهرجانات مثل ما تعرف أستاذ علي. بس أجت فترة من فترات تعرف دعم ماكو. صح. وصارت عندنا بعض الإشكالات يعني بسيطة، هي مو كبيرة مثل ما يقول. فصار أكو برود بالمحافظة نفسها. جيد. أو حتى وإن كانت تقام أماسي يجوز ما مصورة، ماكو من يطلعها هاي الأمسية. فاحنا موجودين كنا، بس يعني ما اعرف ليش التصدير كان ماكو، ما اعرف يعني. بس بكل الاحوال موجودين في بالفتره الاخيره هاي السنتين تقول عليها، سبحان الله كانما مقدره. من القصيده اللي 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 صاحبه الفضل اللي رجعت بها. اللي رجعتني اللي بالبدايه مال الاخوان عندي بالصف الاول زين ابو عباس، هاي بالمهرجان الاول اللي دعانا به، تحياتنا الى الاخ اللي خدم الشعر الشعبي هواي محافظة واسط، يعني من حيث التصدير قناة زيد خلف والأخ زيد خلف. والله مو بس بواسط. لا طيب. مو بس بواسط، بالعراق تقريبا. وأنا بالنسبة لي صاحب فضل عليه. من حيث شنو وجه لي دعوة كنت يعني بعيد عن الكتابة الحسينية، وهذا أكبر غلط وأنا ندمان عليه هواي. الله الله الله. اعتراف. نعم. ومن باب شنو أستاذ علي، من باب يعني الاحترام، من باب انه مكتف باخوتي اللي يكتبون شعر حسيني حقيقي، من هذا الباب. والا احنا تعرف احنا خاصه بالجنوب مالنا غنى، بيئتنا اصلا حسينيه، بيئتنا حسيني. نعم. مالنا غنى. بس بالكتابه انا كنت اصلا حتى اخاف اكتب حسين، يعني الامام علي نعم عندي قصايد سلام الله عليه، بس من دعاني الاخ زيد خلف بعد صارت علي مسؤوليه وياي اسماء وانا منقطع فتره، فكتبت والحمد لله توفقت. شنو تقول القصيدة كانت؟ والله وإن شاء الله أنا ملزم أنه أكون على قدر المسؤولية من جانب الشعر الحسيني مستقبلا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. التوفيق من الله ونسألكم الدعاء إن شاء الله. آمين يا رب. نعم. الله. أنا يوم من الأيام الكربلة رحت أشتغل هناك، بسطية لقيت وكلش قبال الإمام، وحتى لا ضيح بحرام استشرعت يمشي يا أخي، أعرفه ويدري من بعيد جاي
قلت له عطشان الحسين يصير ابيع قباله بلا مي وعن قصد ما يانا بيعن حسين ما حب ببلاش هم عيشان بكرامه وهم محارب بالعطش بالله صار هم عيشان بكرامه وهم محارب بالعطش صغيره بسطيته على قدي وبيها عايش مستريح من الشمس ما حط مظل اقعد في الضريح الله واجوا شرطه اجوا شرطه وشيلوني شيل فلينه الماي شيل فلينه الماي هنا ممنوع الوقوف وقلت حافظ على الماي بسطت يم تشوفون الله وبسطت يم كف اليسر حتى لا الساعه عندك وبهذلون على التجاوز بهذلون على التجاوز جيب ودي وجيب ودو الا هسه تجيب كافي شلت فلينه الماي وبسطت يم ابو فاضل وقمت اصيح هذا ماي هذا ماي شربوا ماي وعلى العهد يا روحي ابقي حتى ذا تحتري خيمه اطفيها بباب رزقي الله اطفيها بباب رزقي ويم واحد فتفقير فتفقير على بيع الترب عايش على بيع الترب عايش واخذ اخذ ما يقل لك بيش صح بشر بس جنه شجره لين عتر ويعيش الله لين عتر ويعيش اكو خير من الله عدى وزاد على المحتاج بار وكو مثل حسين مات وعاشت الناس بشرارة الله اكو خير من الله عدى وزاد على المحتاج بابا وكو مثل حسين مات وعاشت الناس بترابه ويم ابو الميزان ابو الميزان قاعد ابو الميزان قاعد الزايري وزنه بربع روح زور ويقل ذنبك من تردي عرف حزنك حسب كميه الدم وبالصحن بالصحن مسؤول شفته بالصحن مسؤول شفته فلوس ما عدنا قلت له بالصحن ترهم ننام احنا فقره وما ناثر حالنا حال الحمام الله الله احنا فقره وما ناثر حالنا حال الحمام ايش قد حلو واحد يسالك واحد يسالك بكربله تشتغل وين وين واحلى من انت تجاوب اشتغل يم الحسين بالصحن مسؤول شفته فلوس ما عندي قلت له بالصحن ترهم ننام احنا فقره وما ناثر حالنا حال الحمام من نجي قبل من نجي كنا زيارة قبت من بعيد تصطع ذهب وتكحل العين ليش جاهز الفنادق أعلى من قبت الحسين يا مسؤول العتبات عندي يمك فت قضية وهي تنفقد لذي عسمها تنفقد لذي عسمها تجيب لحسين الأذيه احنا نسمع كل زيارة طفلة ضاعت بس لقوها هم يجوا ياخذ ابوها وصعبة ذا ضاعت ابنية لا تجرحون الحسين حسين هم ضيع لطفلة وما لقى بنت رقية حسين هم ضيع لطفلة وما لقى بنت رقية وندري بالعباس كنا ندري بالعباس كنا من ورا النخلة انغدر وخاف لا ينغدر باكر والسهم يرجع يحصله كون بين الضريحين هناك ما تنزرع نخلة كون بين الضريحين هناك ما تنزرع نخلة وكل مكان الدوسة زينب كل مكان الدوسة زينب عفة يزداد وشرف وشوف تل الزينب لأن شايل اسم زينب يما تكثر كل محلات العلم الله لأن شايل اسم زينب يما تكثر كل محلات الله الله يحفظك أستاذنا العزيز الله يحفظك الله 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 والديك اشكرك الواقعية اللطيفة رحم الله والديك من طيبك ابو علي حسين التوبي الله يحفظك ابو الاكبر شو اخبارك نعمة الحمد لله ان شاء الله طيب خير نعمة ابو علي نريد نكون صريحين ايه اليوم شلون الشعر الحسيني والله الشعر الحسيني يعني الشعر الحسيني المفروض يرتقي المفروض يعني انه يكون الشاعر يكون لازم الشاعر يؤمن بان الشعر الحسيني رساله يعني اعلى من هواي رسائل المفروض يكون مؤمن بانه رساله لازم يوصل الرساله بحذافيره اي برايك شنو يحتاج الشاعر على مود يكون شاعر حسيني يحتاج يكتب قصيدة حسينية؟ لا أهم شيء يكون صاحب
أخلاق حسينية. أنا جدا أحترم هذا الجواب، جدا أحترم هذا الجواب. الله يحفظك. أهنيك. الله يسلمك أبو الأكبر. بصراحة ما أريد يعني آخذ من وقت البرنامج وأسأل هواي. أي الله. أنا يعني فد واحد يحبكم. الله يخليك أبو الأكبر. بالله لك فد واحد. الله يسلمك. ويحب يسمع حسن ظنك. الله يخليك. مرخصة أخوي أبو علي ومرخصتك. طبعا هذا السؤال كلش حلو، ولو مداخله وخذت من وقت. لا براحتك. الله يسلمك. طبعا هاي كلش خطر مشاعر حسين، حتى انت تخاف منها ابو حسين، انت تخاف منها وغيرك، للانسان اللي عنده ضمير ها يخاف منها. يخاف شنو؟ يخاف ان ياثر على القضيه الحسين. الله الله الله. صحيح. يعني اقدر اقول ابو الاكبر يكتب شعر حسين، اي يكتب حسيني، يكتب حسيني، أيه. بس بنقول شعر حسين، انا باشر القاك بمكان يعني حشاك مثلا، هو طبيعي. صح. بس المتلقي يجوز حسباله غش، تنعكس وين؟ يقول لك على الإمام، على مهند وعلى فعلا حسين أبو علي وعلى أبو الأكبر. المفروض أنه أنت ما تتواجد بالأكبر. نعم، إحنا إن شاء الله نكون نكتب حسين. هي هاي الثيمة مال الشاعر الحسيني، مسؤولية خطرة يعني. طبعا يعني لازم اللي ينقال عن الشاعر حسيني لازم يكون مطبق. إيه فعلا. صح. ولازم يكون خطر وحذر بكل خطوة بالشعر وبحياته الاجتماعية. غرد أيها البلبل. الله يحفظك. الله يخليك أبو الأكبر. خطبة السجاد سلام الله عليه في قصر الأمارة، عصفت والشمع مقبل بوجه الريح، عصفت والشمع مقبل بوجه الريح، ولهب يغرف عناد النحر والخدر، عصفت والشمع مقبل بوجه الريح، ولهب يغرف عناد النحر والخدر، خذوا سمل الخليفة بدون ما يدرون، وهاي أول حرب ما بيها كر وفر، خبز ما عشت غربة بكل مكان تمون، بس كانت توجع غربة المنبر، خبز ما عشت غربة بكل مكان تمون، بس كانت توجع غربة المنبر، النصر. الله يحفظك. الله يخليك لك. خبز ما عشت غربة بكل مكان تمون، عصفت والشمع مقبل بوجه الريح، ولهب يغرف عناد النحر والخدر، خذوا سمل الخليفة بدون ما يدرون، وهاي أول حرب ما بيها كر وفر، خبز ما عشت غربة بكل مكان تمون، بس كانت توجع غربة المنبر، النصر مو لحظة الكل هم توقع تفوز، النصر من تطب والكل حاسبك تخسر، تندل النصر، النصر مو لحظة. الله يحفظك. الله يخليك لك. الله يا هذا البيت. الله يحفظك أبو الأكبر. الله يسلمك. النصر مو لحظة الكل هم توقع تفوز، النصر من تطب والكل حاسبك تخسر، تندل وين ينحط من جدل، النصر مو لحظة الكل هم توقع تفوز، النصر من تطب والكل حاسبك تخسر، تندل وين ينحط من جلد شواي، وقلت غدر الأقلام أشرس من الخنجر، رفضك تندل وين ينحط من جلد شواي، وقلت غدر الأقلام أشرس من الخنجر، رفضك يكشف أعذار اللي يدور أعذار، المسح كتف الحكومة بحجة المضطر، قلت لا بوقت بس النعم تحميك، وصدقت بوقت، رفضك يكشف أعذار اللي يدور أعذار، المسح كتف الحكومة بحجة المضطر، قلت لا بوقت بس النعم تحميك، وصدقت بوقت بس تشذب معبر، وقلت لون الخصم ما يقبل التلوين، ومثل وضح الشرف هم واضح المنكر، ميت والحسين أكبر الموجودين، ميت والحسين أكبر الموجودين، برمح وبلا رمح في الثبت يكبر،
الموت بخطبتك حرية للينهان، الموت بخطبتك حرية للينهان، وتلاشت والزلم ما لحقت تكسر سكتة، وبالقصر يطلع صدى من الريش، وحطب ما ينسمع لصياح من يسعر، كلت بطش السيوف بسطوة الإيمان وجابهت الرماد، كلت الموت بخطبتك حرية للينهان، وتلاشت والزلم ما لحقت تكسر سكتة، وبالقصر يطلع صدى من الريش، وحطب ما ينسمع لصياح من يسعر، كلت بطش السيوف بسطوة الإيمان وجابهت الرماد بشفرة الكوثر، وعلت وسطت علي وسبابة الزهراء، علت وسطت علي وسبابة الزهراء، ونهضت بالعقايد همة المنبر، علت وسطت علي وسبابة الزهراء، ونهضت بالعقايد همة المنبر، أول مرة تطي أول مرة تطم كشفوا يا مناس، أول مرة تطم كشفوا يا مناس، من شلت النصر وطيت للمنحر. صلى على محمد وآل محمد. يا أخي أنت كبير، الله يحفظك، الله يخليك أبو الأكبر، الله يسلمك، الله يوفقك من حسن ظنك. يا أخي شلون بيت هذا النصر؟ الله يخليك. النصر مو لحظة الكلها متوقعة تفوز، النصر من تطب والكل حاسبك تخسر. أمير المؤمنين يقول خير الشعر من كان حكمة. الله يحفظك، الله يخليك، هذا البيت حكمة. الله يسلمك أبو الأكبر من حسن ظنك. شكرا شكرا. سمحونا ناخذ فاصل. براحتك براحتك. الله يعزك. أحبتنا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا الكرام، عدنا وياكم بالبارت الثاني من حلقة هذا اليوم. بصراحة حلقة أنا شخصيا جدا فخور بها. الله يحفظك. ونعاود الترحيب بالحبيب مهند وبالغالي أبو علي. الله يحفظك. كل الأكبر. الله يخليك. شكرا. والأكبر الطيب. الله يطيب خاطرك. الله يحفظك. هذا التواضع والطيبة. الله يسلمك. أيوه الله يسلمك. هن. أريد نسمع قصيدة أخرى. أي خالد. أمي رادت لآخرتها، أمي رادت لآخرتها، سوى خير خير وعمل زين، من خشب صندوق سوت، ووقف لابن الزهرة قالت واسمه صندوق الحسين، اسمه صندوق الحسين، سوى منه فلوسه موكيل وأجر منه وخير تكسب حسب مال ينجمع، وذا ما عدها تلمله للحسين تلمدمع، وشان ذا ما ينطخوي فلوس، ذا ما ينطخوي تزعل أمي، تزعل أمي وتظل تعتب، تقول له ما أريد الفلوسك، فلوسك تكبر جهالك وهذا اللي يكبر الموقف، فلوسك المستعز بيه نخدم الزوار بيه، وهذا صندوق الحسين يما لا تجرح إحساسك، هذا يوم الأربعين يخلى أبوك يشيل راسه، الله، وهذا هم خادم حسين، هم خادم حسين، واخذ من اسم القداسة، تريد أثبت لك كلامي، بس علي من فوق باوع تشوفه هم مطبور راسه، الله، بس علي من فوق باوع تشوفه هم مطبور راسه، صغار نلعب كنا يمه، صغار نلعب كنا يمه، أمه ما تقبل علينا، ما تقبل علينا، تخاف لا ناخذ مكانه، تقول ما تفيدون انتو، احنا من الموت باكر هذا اللي يسولف ورانا، الله، احنا من الموت باكر هذا اللي يسولف ورانا، صغير بعينك تشوفه بس مقدس امه عدها، وهي هالقد ما تحبه كنا واحد من ولدها، خشب ومحيرني امره، الخير بي يسواله شجره، جذر ما بي لكن عايش مرتبط بحسين جذره، وبأخضر مغطيته أمي كان من بعيد حضر، كان كل عاشور يعطش يعطش واصفر يصير الخشب،
لأن يمكن على ظهر اسم الحسين الكتاب. الله. هو ما عنده أدين بس يلم خير الحسين. هو ما عنده أدين بس يلم خير الحسين. كان إذا تمرض أبوي يجي من عنده يترخص ويأخذ من فلوسه قرضه. بكرامة من الحسين. طيب إيش قد ناس مرضي. وأخيرا عرفت ليش تحبه أمي وخذت من عنده الإجابة. لأن من يقرب محرم ينطمن ينفتح بابه. الله. لأن من يقرب محرم ينطمن ينفتح بابه. هذا صندوق الحسين. هذا صندوق الحسين. الله. تحياتي. الله الله يحفظك. سلامك. رحم الله والديك. أستاذنا العزيز. الله يحفظك. ممنون. الله ما شاء الله. الله يحفظك. أبو علي. الله يحفظك. اليوم القصيدة الحسينية واعية لو تحتاج. والله هي تحتاج. كل ما يعني لازم يزيد وعيه. لازم يعني قلنا انه لازم تكون اكثر وعي، اكثر ايصال للرساله. لازم، لان قضيه الامام الحسين ابو الاكبر، قضيه الامام الحسين القضيه الوحيده اللي لا يمكن ان تكون خط احمر بهذا مفهومنا. قضيه الحسين، لان تدري قضيه الامام الحسين عاده التاريخ تكتب السلطات. لذلك احنا الامام الحسين جانا من سلسله من سلطات تقريبا وكلها معادية للامام الحسين، من الامويين الى العباسيين الى المغول الى العثماني الى وصولا لليوم. تقريبا السلطات كلها معادية لخط الامام الحسين، لنهج الامام الحسين، لان نهج الامام الحسين مضر للسلطات طبعا، مضر للتابوهات اللي جاي تنصنع بالمجتمع. لذلك لازم كل شخص مسؤول، سواء شاعر سواء رادود سواء خطيب، لازم يكرس جهده بتنقيح وتشذيب هاي الملحمة العظيمة. يا أخ عظيم. الله يحفظك أبو علي. عظيم. الله يخليك أبو الأكبر. الله سلام الله عليك سيدي ومولاي. يقول هيك يقول سويت لله. إيه. سويت لله وصرت هاجد محبوب. إيه. ما مش بشر مهيوب وهو بقبره. الله الله. ما حد يعوضك يا خبز من تغيب. إيه صحيح والله. لو كل شيء بيها تحس نقص بالسفرة. الله أكبر. الله كفو من فعل. الله. هذا. سلام عليكم. الحسين يعني. ما شاء الله. صراحة يعني أنا الحسين ظلم بحياته، ظلم بمماته، ظلم رسالته. غرد يا أبو علي. الله يحفظك. القصيدة. أحد الشاميين، رجل من بلاد الشام، ينقل كيف دخل الركب الحسيني إلى القصر وبما تكلمت زينب قائلا: طبوا والغريب نيشنا المغرب، طبوا والغريب إينيشنا المغرب وحير بنومتك يا المالك معزب، طبوا الغريب إينيشنا المغرب وحير بنومتك يا المالك معزب، طبوا والعبل قرنفل المتعوب عشيرة كبيرها وصغيرها محدب، سدر وشفافهن بس الله بيها متاع، وحدة قل الأخرب يا ما من شب وحاطن بالمره تشبه على السجاد، المره اللي يعثر حدرها الفارس المترب، المره طاحت شوارب ما مطيحه حجاب، المره دفنت سنون الباسم المذنب، المره تنضح شرار الماش تفها قراب، المدمم الهندي المفرد اللي يرهب، مره خضرت جرح من فاتحه رمضان، مرة خضرت جرح من فاتحة رمضان، مرة يذبها الوقت من مغرب المغرب، وحشت ولسان هيد الثفاس وابراهيم، وبدل المرمر اللامع بالقصر يترب، بدل المرمر اللامع بالقصر يترب،
مو ريشه حبر ونسولف مدنقين، النار الحمرة يعلى ذراعها متشب، يا ابن ذيك الوجوه الما زرقها القيض، واحنا اهل القصصهم ذالات الحب، اش ما يلصف خضارك مجبل النيسان، وتنذب القشور الراهي على اللب، فرغ بطن الطبول وساكت المحار، بس ياهل بحكي الوادي متشلب، اذا صار الظلم إذا صار الظلم يطي الحكم للليل، إحنا الوادي من مروسنا نحطب، إذا صار الظلم يطي الحكم للليل، إحنا الوادي من مروسنا نحطب، يرفسون الدلو بس ينسحب بهداي، محقور اللي يخف والمنترس يرهب، ما ضقنا محقور يرفسون الدلو بس ينسحب بهداي، محقور اللي يخف والمنترس يرهب، ما ضقنا التعب مثل الركض بالطيف، ما ضقنا التعب مثل الركض بالطيف، وما ينشف التارك موقف مرطب، النار بلا خيال احنا توم النار، وما نخط الصفار اليابس مننهب، اجينا وينعد مصوب الما مرتاح، مصوب الما مرتاح، الاخ من العزم نحسبها شوية الطب، وخلصت خلصت والنهار والنهار يلهل مضيعين، خلصت والنهار يلهل مضيعين، وصح بلا يتشف بس يخنق المغرب، ايه بلا يتشف بس يخنق المغرب، وهي المشكلة يزيد المشكلة، شما تنذل وتنهان، لا حرقتنا تقضي ولا نعرف نسب. الله الله يحفظك، شو الأخلاق، الله يخليك، الله عليك وعلي، الله يحفظك الأكبر، الله يسلمك سلم هنك. هاي ذكرتني هيك هي أبيات، أتعرف أنت هذا الطير الحر؟ أي يقولون الطير الحر سمي حر، أي يعني أحد التسميات، يقول لي أنه إذا حس بالذلة صح يموت نفسه، صحيح، فهيك يقول مو بس حرة، أي مو بس اسم، أي مو بس حرة، أي ما ضاقت شبت صياد، أي الله حقها وترفض الذلة، صح، خايرها شن طيح شيلتك لوعون، ايه السلامة شيلت تقول لك اختار اغلى، ايه بزينب والرمح مرفوع راس حسين، صحيح، لكن للبخت بتب تراب عليه، ايه هاي زينب، الله سلام على سيدنا، يمكن ان نتعامل وياها كأي امرأة، كل شاعر يكتب عن زينب وما يحسبها مثل أمه أو أخته ويغار عليها مثل ما يغار لأرضه، بالمفهوم الاجتماعي، وإحنا هنا يعني إحنا عرب وعندنا هذا هاي الجزئية حساسة مقدسة، فاللي ما يكتب عن زينب بهاي الغيرة يعني جاي يعني جاي يتعبها. شلون البيت الأخير؟ هي المشكلة إش ما تنذل وتنهان تقول لي يزيد، لا حرقتنا تقضي ولا نعرف نسب، شو الأخلاق بتبوها والنعم، كفو الله، الله الله يحفظك أبو الأكبر. أستاذ مهند اليوم لمن تقول شكرا؟ والله شكرا كل إنسان معتدل، كل إنسان طيب، وإذا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي الشخصي كل القريبين علي أنا شكرا منهم، كل إذا عائلتي إذا أصدقائي إذا حتى أعدائي، ولو أبد ما عدى أعدائي الحمد لله وشكر، الحمد لله اعتبروا اعتبروها، يقول لك ما عدى عدو ما له علاقة، لا بالعكس ما له علاقة، يعني إنسان ما بذنبين يجي بعد يعني. إن شاء الله مو نقول من مدح نفسه وذمه، لا بس هاي حقيقة، الله شاء حقيقة إن شاء الله أبد ما عدى، أنت إنسان طيب، أريدك سالم، لأن ماكو شيء يسوى يا أبو الأكبر، يعني عادي فلان علي من أو أضوج فلان علي، فأنا مسالم جدا الحمد لله وشكر. الحمد لله، الحمد لله. شو مهرجانات السماوة؟ والله أقصد المثنى عموما، المثنى يعني مهرجانات حلوة موجودة؟ موجودة يعني ولو ممكن مو هواي، بس هي
مهرجانات نوعية. أرد أسولف شغلة عن السماوة. أيه؟ يعني أيه؟ عن محافظة المثنى. أيه؟ يعني بصراحة أنا أحيي كل شعراء المثنى. الله يحفظك. على هاي اللحمة والترابط. نعمة. والتآخي. نعمة. كلهم حسين التوبي، كلهم عدنان البركي، كلهم نعمة. حسن البركي، كلهم عقيل العرد، كلهم نادي صحيح. الجبوري. أيه. كلهم واحد، واحدهم كل. عسى نعم. الله يحفظهم. الله يحفظك. والله لأن إحنا غالبا ما صراحة يعني الأشياء السيئة تنذكر. صحيح. والأشياء الإيجابية تنضم. أيه. إحنا نريد شوية نخالف الدارج، نريد نسلط الضوء على الأشياء الإيجابية. فعلا والله يعني يمكن هي ممكن أكو هواية مناطق بها هاي اللحمة وهاي الأخوة، بس أنا أحكي لك على اللي عايشة يعني. يعني شعراء المثنى من بدايتها لنهايتها نتعامل كتعامل الأخوة، ما أتعامل اليوم ويا الشاعر وي حسب قصيدة، حسب قصيدته، حسب حضوره بمهرجانه وحضوره بالوسط. والله أهنيكم. الله يحفظك. والسلام أمانة. سلم على الجميع. يوصل إن شاء الله بالأكبر. شعراء واسط العظام والكبار. الله يحفظك، هذا من طيبك. أشكرك. كلهم اليوم ما حد فرسانهم ويانا. والنعم منك إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية. خلينا ناخذ قصيدة. خادم. أبو الأكبر، ولو جوز أنا تمنيت تسألني هذا السؤال بس أقدر أعقب. تشوف القصائد اللي أكتبها أحاول أبتعد عن الناس اللي هي تكتب في مجال معين إن هم مبدعين به، يعني مو ذمن لهم، لا مبدعين به. فأنا ماكو داعي أزاحم الناس المبدعة، حسين، أستاذ علي، غيره ناس مبدعين بمجال. فأحاول أختلف عن الأقران، عن الشعراء، مجرد اختلاف لا تميز، أنا مود لا يكون مدح. نعم. لأن أكو من يغذي هذا الجانب. فأنا ليش ذي الساعة كنا نسولف فيه نعم. قبل الفاصل، ليش أكو رافد قاعد يغذوه غيري، ليش أنا أطب بهذا الأمر؟ الناس اليوم تحب السهولة، الناس إحنا أكو إحصائية يقولون يمكن أكو 4 مليون، يعني باعتبار إحنا بالتربية واصلتنا هيك فكرة، 4 مليون أمي أو مخلص سادس ابتدائي هذا، أو أبوي أو أبوك أو عمي أو عمك الإنسان الكبير هذا يريد يفتهم، يسمع يجيب المهرجان يريد يفتهم من القصر. صح. مو فالقصد أريد أوصل لك فكرة أنه أنا أكتب بهالجانب هذا مو من باب جانب محترم وجميل جدا رحم الله والدك، لا مو من باب هروبا من ذيك القصيدة اللي يقولون لا. صعبة بالعكس، بس لأن أكو أبو الأكبر وأكو أستاذ حسين وأكو الله. من يغذيها، فاني من اغذي جانب اخر. اها احسن، خدمه للقضيه الحسينيه. موفق ان شاء الله. ناخذ قصيده. فمن باب المجال، نفس المجال، اخوان عندي، اخوان من المدرسه الصغيره الى المدرسه الكبيره، الطف اخوان عندي بصف الاول، زين ابو عباس اخوها، زين ابو عباس اخوها، وقاعدين بفرد رحله، وقمت على اسماء اسال: انت شو اسمك؟ عين قالت. انت شو اسمك؟ قال كحلة. وزين ابو عباس احلى. صف الاول طلعوا ديكم، طلعوا ديكم بالله، خل نشوف الاظافر يا اهل مقرب زين. بالله شو عباس ديك؟ زينب شالت ايديها وقالت احنا اثنين نباين ايديها. الله. بالله شو عباس ديك؟ زينب شالت ايديها وقالت احنا اثنين نبهاي الهديين. ومن كتب عباس درسه ربع حيل تعجبوا، كتب ثورة بلا تشوف وهم كلهم صفقوا. باب دار زينب درس اخذناه بالقراءة، بس رفض عباس يكتب شي كثر زينب بكيها، قال لا تكتب الباب، اخت زينب ما تحب الا يدفعون عليه. وكان زينب عندها حاله بايدها تشيل الدفاتر وما تجيب وياها جنطه، وسالتها وجاوبتني وحيل كلش علمتني، استاذ توجع للصياط وجنطه ما اشيل علمتني. والله وكنت عصب ورواقف ورسمت منظر طبيعي، ما يوب صفه شجر
وزينب اعترضت علي لا يبوق جفوف اخوي استاذ لا ترسم نهر استاذ لا ترسم نهر وكنت تصحح بالدفاتر والهم الواجب كتبته وبيها اخذ عباس عشره لان جاي حافظه وكنت تصحح بالدفاتر والهم الواجب كتبته وبيها اخذ عباس عشره لان جاي حافظه وكنت تصحح بالدفاتر بس رفض عباس يكتب قال ما يقبلون هن ما يقبلون هن استاذ لا تكتب درسنا نعرف الله ايش كاتب استاذ لا تكتب درسنا نعرف الله ايش كاتب كان يطلع دوم اول دوم اول لكن بدرس الشجاعه كان يطلع دوم ثاني وهالسبب انا عرفته كان يطلع دوم ثاني لان سابقته سمعته الله كان يطلع دور ثاني لين سابقته سمعته وكنت عالطلاب افتر وشفت الطلاب يشرح على الجربه وعلى السهم قالهم مني نصيحه الشايل بمطاره ماي لا يامن للقلم الشايل بمطاره ماي لا يامن للقلم الله يحفظك استاذنا العزيز ناخذ فاصل براحتك احبتنا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليك مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى البارت الاخير من حلقه هذا اليوم مع الجميلين جدا الله يحفظك ابو الاخ الله يوفقكم من قلب ولسان الله يحفظك بالله الكريم الله شكرا لهذا الجمال وهذا الروح وهذه الروح العفو الله يحفظك ابو علي الله يخليك رائع الله يسلمك شكرا جميل الله. جدا شكرا 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 انا مو هوايه مضحك تدري ليش لان صديقي من قبل اي من قبل طايح ابو علي انا اليوم اتفقنا انه قلت له يعني طيبين طيب. الشرف والله نصاحب وكذا وهي تفاصيل الشرف الله يعزك الله يحفظك ابو علي ابو علي اريد ناخذ قصيده من حضرتك صار عبالي اقرا ابوذيات ومقاطع نعي جليلة الارض والسماء زينب مخاطبة جسد الإمام الحسين شو تقول؟ تقول له علي يا هبشي علي يا هبشي بجيت لكم علي يا هبشي بجيت لكم لمن حار الدمع ومكابر صوابك لمن حار أدور عليك ممن حر لمن حر التراب مضيع ألوانك علي بزغر سيد رقي بزغر والحزن غمق حيل والماي بدليلي ولا يفيد العتب والماي علينا قطعة والعباس والماي شنو تريد وتفكنا الغاضرية أنا المر وسهاليها لهلها أنا المر وسهاليها لهلها أنا اللي روح بعيوني لهلها أنا التابوتها ما طب لهلها أنا الماضى الحضن بالطفلية رقية بين الشموخ والألم نعم ومن صحراء كربلاء إلى صحراء الشام ياه اللي يدلينا على هن ياه اللي يدلينا على هن مشيبين والعباس حنة طلعوا السهم وطونا بالله أصفاح كلهن يوج عنا وجعت ضرس بقلوبنا تنام ممتدة من حسين للشام طايح قمرنا وماكو مضمام وجروحنا ما ضمها للثام التفوا علينا لفة الخوص وحتى الفزع لو كان مرخوص مثل الفزع ما يعلى مقروص وبزلمهم التفوا علينا لفة الخوص وحتى الفزع لو كان مرخوص مثل الفزع ما يعلى مقروص
مو بالظلمهم حاق دنوق من السوق تفتر لطرف السوق مو بالظلمهم حاق دنوق من السوق تفتر لطرف السوق يدلون بينا صياح مبيوق حق هاللسن طلعت بالحلوق غير المقاصة تعلقن فوق حق هاللسن مو بالظلمهم حاق دنوق من السوق تفتر لطرف السوق يدلون بينا صياح مبيوق حق هاللسن طلعت بالحلوق غير المقاصة تعلقن فوق صياح الشرف صياح الشرف طمنا لصياح الله صياح الشرف طمنا لصياح وصعدة هزلهم صعدة الراح كل هذا والتشلاب ما طاح صياح الشرف طمنا لصياح وصعدة هزلهم صعدة الراح كل هذا والتشلاب ما طاح ركسة عبينا ركسة رماح ركسة عبينا ركسة رماح كفو الله يحفظك بالأكبر آخر مهرجان كنت فيه وين ويا محافظة؟ بالرمايثة إن شاء الله بالرمايثة الرمايثة العظيمة البارحة أي والله العظيمة الله يسلمك طيبين شعراء مبدعين الله يحفظك أستاذ مهند أي والله موفق الله شاهد ما أريد نطول بالأسئلة إيه أريد ناخذ قصيدة إيه صح إلى السيدة زينب عليها السلام حرت بمولدك حرت بمولدك لو ما الزهراء حرت بمولدك لو ما الزهراء هي اللي جابتك يا بنت الاطياب اصدق ما تجيب زينب شلون مثلك انت بالطارمة تنجاب شرف هالمراه حسب الستر ينقاس ويزايد حسب قدسيه الحجاب تسولف من ورا الباب العفيفات وزينب تختلف من حيث الاداب تحط قدامها من تحكي عباس تسولف من ورا مو من ورا الباب القلك ثوب هاي مسونه غلطان وياهل قال بالضف مسل تراب حيدر ابو تراب وبيها وصاه يعني ابنه واخوها يصير التراب بعباتك ريش من جناح جبريل هالقد مال بيتك طالع وطاب اكبر كتله انت بحزب الحسين وكلها وياها تتمنات الاحزاب مو بصوات فزت بكثر الاموات وابو فاضل واخوته وياك نواب محدبات الشكل ظهرك والخيام محدبات الشكل ظهرك والخيام ويختلفن ترى من حيث الاسباب العمود الواقف يحدبها الخيام وعمود اشطاح انت وظهرك انصاب الزينه بصوت ما سمعت الجيران وقالوا بس ولد خلف ابو تراب الله وقالوا طاح اخوك وذاب بالماي وقالت دب رقبته وماي ما ذاب ترى للخوه عطشت مو عطش ماي الماي تجيبه بس عباس ينجاب ترى للخوه عطشت مو عطش ماي الماي تجيبه بس عباس ينجاب كانت خلثر من تمشي على القاع ومن قد الشموخ اللي بيها تنهاب ومن وصلت وشافت مقتل حسين ردت للخيم بس دمع وثياب بالطف خذوا روحك ويا عباس يوم الوعد حان وصار المصاب يعني انت شنو تموتين مرتين مره باجل مره بفقد الاحباب يعني انت شنو تموتين مرتين مره باجل مره بفقد الاحباب الله يحفظك الله والديك استاذنا العزيز ابو علي الله يحفظك ابو علي مشاركتك بالمهرجانات شلونها؟ والله الحمد لله يعني تختار فد نوعية معينة؟ لا ماكو اختيار نوعية معينة بس ما عدا المهرجانات اللي يتقيمها مهرجانات الجهوية ما نحضرها زين سؤال اليوم إذا أريد أقول هذا أنا يعني هو ما بالمعلوم شخص شاعر من الممكن يعرفوه 100% لا ماكو أي. ممكن هيجي فأنا إذا واحد سألني قال لي منو اليوم ضيفك وأقول له يا أبا الشاعر حسين توبي من السماوة
رأيك يا قصيدة راح يتذكر لك إياها هو مهتم بالشعر؟ والله ما يعني مو رأيك عن القصيدة، خلينا نقول هي صيغة لهويتك الشعرية من باب آخر. والله مو أنت، ممكن أكو ناس تحبك بالوجدان، ممكن ناس تحبك يعني مثلا البيت اللي 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 من خلاله طلع حسين التوب، البيت، القصيدة، اللوحة، مو ما يعني عادة انه حتى اذا من تجيك الدعوات او تجيك هاي انت ما تعرف، ممكن تعرف هاي قصايدك، مجموعة قصايد دعيت على اثرها بس ما تعرف. ايه باية يعني. وحدة ساعدتني لمرحلة وحدة ساعدتني صح. نعم ممكن. ناخذ قصيدة. ايه انت كريم واحنا نستاهل. الله يحفظك، الله يعزك بالاكبر. وصلنا للكرم وكريم اهل البيت. سلام الله عليك سيدي ومولاي الحسن. الله يحفظك. يعني اكو معلومه ابو الاكبر قبل لا اقرا القصيده، وهذا الموضوع بعيد عن قصيدتي. كريم اهل البيت الامام الحسن عندنا تفسير مغلوط، تسمى كريم اهل البيت احنا عاداتنا الربطه بكرمنا هذا المادي. نعم. العائل اللي امتازت به العرب. بس الامام الحسن سلام الله عليه كان مختلف بالكرم، كان كرمه مو مادي، كان دور الامام الحسن ورساله الامام الحسين كان واجب صعب على الامام الحسن، لان الامام اللي ضحى عاش وهو مضحي بسمعته. وهو هذا الشاعر يقول ابو علي، يقول على الامام الحسن. أيه. بس ركز وياي. أيه. ركز وياي مهند. يقول أيه. يا هنيالك التربيتك. أيه. ما تفرش بساط اش ما يمرك ضيف. أيه. بس تفرش لخاتيتك. أيه. لون العبي. أيه. لون العبي يصير شراع. أيه. من نغمس ابنيتك. الله. اي فقلت لك يعني كان كرم الامام الحسين ابلغ من الكرم المعتاد عند العرب. كرم الامام الحسين، عفوا الامام الحسن سلام الله عليه، كان مضحي، يعني شخص اكرم بسمعته بكرامته، عاش تقبل ان يعيش ويكمل الرساله وهو يسمع يسمونه مذل المؤمنين. الله. تقبل، تحمل الرساله، تحمل هاي اللي احنا قلت لك احنا عرب عندنا هاي من الاشياء الحساسه طبعا. سمعه ابن ادم وكرامته. فالى الامام الحسن لغط، بس ما حكيت ما تحفظ الناس، لغط بس ما حكيت ما تحفظ الناس، وحلمك فيض الما يستحون صياح، صعب المسألة ولازم تروض بين تقوى الساجدين ومشتهى السفاح، القفص فرصة الطير الخايف من الغيم، رغم ما سمى الموقف ما تريد جناح، والسم النفث الله يحفظك. الله يسلمك، الله يعزك لك. الله يا ابو علي. الله يخليك لك. لغط بس ما حكيت ما تحفظ الناس. ابو علي انا اموت على هيك شعر. الله يخليك لك. الله يسلمك. لغط بس ما حكيت ما تحفظ الناس، وحلمك فيض الما يستحون صياح، صعب المسألة ولازم تروض بين تقوى الساجدين ومشتهى السفاح، القفص فرصة الطير الخايف من الغيم، رغم ما سمى الموقف ما تريد جناح، والسم النفث من سن لي صلون ما حد حاسبك تسلم من الذباح، والسم النفث من سن لي صلون ما حد حاسبك تسلم من الذباح، زلم رخصت بيك وزاحت التاريخ، وقلت بين الخلود وشلعت السباح قبة وراس فهرس،
وسموك فوق وكتاب بيمتك وعلوم ما تلاح وصلتوا الفوز بس كضتكم الغزلان وصلتوا الفوز بس كضتكم الغزلان وكلت منكم السفرة الرمح والرماح لشمات القرابة تعب تشواي والموسم لشمات القرابة تعب تشواي والموسم قضاها مشاقف الفلاح مرطوب البيادر والنبت بيعيب بس ياهب نبوه اللي يلقف المروار مرطوب البيادر والنبت بيعيب بس ياهب نبوه اللي يلقف المروار تعرف والسيف مو اللي ينذبح بقراب وحي الله الاطلاب ما تريد سلاح ما عندك سهم بس تغبش على الصيد الغنايم ما تحط بمشتهى المرتاح الغنايم ما تحط بمشتهى المرتاح وقعت الصلح وقعت الصلح من كم لو السبعين وقعت الصلح من كم لو السبعين وقلت يا حسين هاك الخطة والمفتاح طفك موش اللي بينهض بدون الماي وتبرز خيلها وخيل النشام رماح وقلت يا حسين قلت يا حسين قلت وقعت الصلح من كم لو السبعين وقلت يا حسين هاك الخطة والمفتاح طفك موش اللي بينهض بدون الماي وتبرز خيلها وخيل النشام رماح الظالم يعلى 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 خاطر طيح تقوى تصير الله الظالم يعلى حتى الظالم يعلى خاطر طيح تقوى تصير مقشر يا الخليفة بسدرة التفاح جبتهم ردتهم للسفينة وجلبوا بالبير شو تسوي لهم هي لو كاح وكاح شو تسوي لهم هي لو كاح وكاح سلامتكم الله يا أخي طفك مو شلب ينهض بدون الماي الله يخليكم والأكبر شلون هذا البيت مال القفص ابو علي القفص فرصة الطير الخايف من الغيم بس رغم ما سمى الموقف ما تريد جناح موقف ما يحتاج لواحد يعني للأمانة انا جدا فخور مقدم هاي الحلقة هاي لان انت الله يحفظك ابو الاكبر من حسن ظنك والله اشكرك من الثقة العالية اللي لك الله يخليك اخر كلمة لك تقولها ان شاء الله السيد المشاهد اول شيء اشكركم واشكر الاخوه اللي تعبوا ويانا هواي صراحه يعني وان شاء الله الله يوفقنا ونسالكم الدعاء بخدمه الامام الحسين من خلال ما نكتب من قصائد ان شاء الله يا الله ونسالكم الدعاء ابو علي ابو الاكبر شكرا لك وشكرا لهذا الكادر اللي تعبناه وشكرا لكل من سيشاهد هذه الحلقه ان الفخر وان شاء الله كنا خفيفي الظل عليكم وعلى السادة المشاهدين شكرا لك نزار قباني بصراحة أنا شخصيا خادمني بموقف في بعض الأحيان أكو موضوع جميل وما أقدر أعبر عنه الله يحفظك فيقول يقول نزار يقول الصمت في حرم الجمال جمال شكرا الله يحفظك الله يخليك أحبتنا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري في أمان الله